هز زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران، وشعر به سكان العاصمة العراقية بغداد بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقد تم تداول خبر هزات ارتدادية تم الشعور بها في شمال البلاد. ولتفاصيل أكثر مشاهدين معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله العنزي، مشرف الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية. دكتور عبد الله، مساء الخير وبعد التحية، هل فعلا ما تم تداوله عن شعور بهزات ارتدادية لزلزال إيران صحيح؟ تفضل. حياكم الله، مساكم الخير. طبعا اللي حدث أن في الساعة 5:15 حدث زلزال قوته 5.3 شمال شرق مدينة بغداد، وتقريبا يبعد عن مدينة الكويت 570 كيلومتر. طبعا زلزال مثل ما قلت هو 5.3 وكان على عمق 30 كيلو، وتبع ذلك طبعا هزات ذات ارتدادية، لكن الهزات هذه أقل قوة تصل إلى 4.6. وطبعا شعر فيه كثير من المواطنين، خصوصا المواطنين الموجودين على ساحل الكويت. نعم الدكتور عبد الله العنزي، مشرف الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، شكرا جزيلا لك.